السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. مقارنة جديدة بين جهازين، كثير ناس طلبوا هاي المقارنة. ملاحظة صغيرة فقط، بعض اعترض على طريقة المقارنة اللي بعملها، بيحكي إنه هي مقارنة مش قوية ومش ملمة بكل التفاصيل، والبعض الآخر عاجبه هاي المقارنة. فأنا بصراحة في حيرة من أمري، أعمل بالأسلوب هذا ولا نرجع نعمل مقارنات الطويلة التفصيلية اللي ممكن تقعد يعني 13 دقيقة أو 14 دقيقة. اكتبوا لي برضو في التعليقات إذا حابين تكون المقارنة سريعة بسيطة ومفيدة، أو بتكون مقارنة تفصيلية. ياريت أسمع رأيكم لأنه رأيكم مهم. ابدأ الآن نحكي عن جهازين أنتوا طلبتوا مقارنة عن هذول الجهازين. الهواوي الهواوي P10 و الآنر 9، برضو هو هواوي. أنا بصراحة يعني بديش أكون يعني منحاز لطرف، بس إذا بدك رأيي شخصي من البداية، من أول ما نبلش، يعني أنا كثير بحب الديزاين تبع الآنر، بيهتموا كثير بالديزاين. حط لي المواصفات على جنب بشكل عام وشوف الديزاين، يا سلام. المهم راح يكون في عنا هون صورتين بتفاصيل كل جهاز، مواصفات كل جهاز عشان تقرأوهم براحتكم. أنا بدي أحاول أحكي عنهم بشكل عام، أحاول أوصلكم لنقطة تقدروا تختاروا أي جهاز. أنا عارف شو بدي أختار، أنت راح تعرف، خليك معي. بالنسبة للتصميم، إن أكيد أنتوا عارفين رأي موضوع التصميم. تصميم الهواوي Honor 9 جميل جدا، مصنوع من الزجاج، حتى من طبقات كثير من الزجاج عشان ما يقدر البصمة ما تضلها موجودة على الجهاز، بس بتضلها موجودة، حتكون موجودة لكن أقل درجة من أجهزة أخرى. ولكن هذا الجمال مش ببلاش، هذا الجمال سهل كسره، لذلك الكثير بفضلوا البيتن بتصميمه المعدني اللي بتحمل وقعات وصدمات وما إلى ذلك. فأنت يعني لما بتروح على التصميم، هل بهمك يكون تصميم جميل وقوي ويعني من كل النواحي، ولا بدك يا بس تصميم جميل؟ إذا بدك تصميم جميل ما بهمك موضوع إنه يقع وينكسر، صحيح بتقدر تشتري كفر. للي بيخافوا من موضوع الكسر، اشتري كفر شفاف بضل معك جهاز حلو، ويعني إن شاء الله ما رح ينكسر. فلذلك بالنسبة للتصميم، أنا بعطي تصميم الآنر 9 تصميم جميل جدا، أجمل من البيتن. وهذا لا يعني إنه تصميم البيتن سيء، بس عشان نكون في المستقبل فاهمين، بس هي درجات، أنت بتفضل درجات التصميم Honor 9 حتى لو بينكسر. بالنسبة للشاشات، الشاشتين Full HD، هذا اللي بهمك في الموضوع، ما بهمك قديش إنش، كم 5.1 إنش ولا 5.2، هم فعليا Full HD، ففي تشابه، ولكن في فرق واحد لصالح البيتن، محمي بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس 5 البيتن، أما الآنر 9 فهو محمي بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس 3. إذا هذا بيفرق معك فأكيد أنت حتختار البيتن. أنا بالنسبة لي بصراحة يعني بحب أن يكون أحسن طبقة، ولكن مش كثير التصميم برجع بيخليني أروح على الآنر مش على البيتن. كمل نحكي عن البرفورمانس، الأداء الجهازين. الجهازين عندهم نفس المعالج، فيعني اللي هو الكيرين 960، وهذا يعني كان أفضل معالج من هواوي السنة الماضية، حاليا الكيرين 970. حتأخذ تقريبا نفس الأداء، هتاخذ نفس يعني السلاسه في الاداء. اي جهاز منهم حيعطيك اداء مرضي، ما راح يعني تتغلب من هذا الموضوع. سيبك بالارقام، بهمك في النهايه اداء ممتاز. هذول الجهازين راح يعطوك اداء ممتاز. كل ما زادت الرام، كل ما انت تاكدت انه حتاخذ اداء افضل، يعني بالذات في الجيمز. بالنسبه للكاميرات يعني ما بدي احكي فيهم، ادائهم برضو جدا متشابه بالنسبه للكاميرات، والأداء يعني جيد جدا. الأداء بالليل أو بالتصوير في الإضاءة المنخفضة مش قوي جدا، ولكن كثير مقبول، بس ما بتنافسه مع الأجهزة الأعلى مثل الميت 10 برو. حاليا ما فيش منافسة بصراحة. بالنسبة للبطارية، الجهازين بيمتلكوا بطارية 3200 ميلي أمبير، بس إذا بهمك التفاصيل الصغيرة، لما بتشحن أو فحوصات الشحن للآنر 9 سجلت انه هو دائما بيخلص شحن اسرع من البيتن. هل هذا ديل بريكر بسموها، يعني هذا بيغير الحياه كلها؟ انا بالنسبه لي لا، ان شاء الله بسبقه بعشر دقائق بثلث ساعه، مش كثير فرق. انا بهمني اول نص ساعه يعطيني شحن، يعطيني شحن يمشيني في يومي، ها
هذا أفضل إشي. وإذا كان في شحن سريع، والشحن سريع موجود. بالنسبة للسعر حاليا على أمازون أسعارهم جدا متقاربة يا إخوان. بالنسبة للأسعار كل بلد في سعر مختلف. يمكن عندكم مثلا أنتوا أهل العراق سعر هذا الجهاز يكون $300، يمكن بعض الناس كتبوا لي على تعليقات إنه أنت كاتب على الهواوي ميت 10 برو إنه أنت بتخربط في المعلومات ومعلوماتك مش صح. بالنسبة للسعر سعره $700 وأنت كاتب $900. سعره في أمريكا $900، في بريطانيا $950 يمكن. فبصراحة موضوع الأسعار في الدول يختلف. أنا ما بقدر أجيب لك أسعار كل الدول. يعني أنا في الأردن حاولت أجيب سعره وهي بلدي، ما قدرت أحصل سعر حكولي فوق $500. يعني فوق قديش يعني 550 600 ما بعرف. فلذلك موضوع الأسعار يعني ما بدنا نتقاتل عليه. يعني فيك تعمل شوية سيرش على الإنترنت وتأخذ السعر اللي بدك إياه. بالنسبة لأسعار الأونر 9 والبيتن على أمازون $450 $460 $470 هيك أسعارهم. فالسعر متشابه، فما رح تحتار يعني مين تختار بالنسبة للسعر. فالسعر حطه على جنب بالنسبة للمواصفات لأنه نفس السعر. هسه حالة لحظة الحقيقة، يعني قصدي مش لحظة الحقيقة، إنه هسه إحنا بدنا الفكرة من الفيديو إيش، كيف نختار الجهاز، شو الجهاز الأنسب لنا. إذا أنت بهمك جهاز أداءه ممتاز، مواصفاته برضو ممتازة، الأداء ممتاز، مواصفات ممتازة، شكله جميل، الأونر 9 هو اختيارك. إذا بهمك جهاز أداءه ممتاز، مواصفاته ممتازة، وبيتحمل ضربات وسقطات، فالبيتن هو خيارك. الفروقات اللي بينهم مش كبيرة. إذا أنت مش كتير تهتم بالتفاصيل، لو اشتريت أي جهاز منهم ما راح تخسر. فلذلك يعني الجهازين كتير متقاربين. اختار اللي بدك إياه واحكي لي شو بتختار في التعليقات تحت. إذا بدكم تشتروا هاي الأجهزة حط روابط لشراء هاي الأجهزة، راح تدعموني إذا اشتريتوا هاي الأجهزة عن طريق الروابط تبعوني. جزاكم الله خير، أشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.